أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. على قدم وساق يواصل الاستعمار الإسرائيلي ومن ورائه إدارة أمريكية منحازة ضرب القوانين والشرعية الدولية عرض الحائط في تحد للمواثيق التي توافقت عليها الأمم والشعوب تاريخيا. وبعد مرور أكثر من 100 عام على وعد بلفور الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، يعود دونالد ترامب بوعود جديدة تعطي الاحتلال الإسرائيلي ما لا يستحقه، وينقلب بقراراته حتى على الولايات المتحدة الأمريكية وإرثها السياسي ذاته. واشنطن التي ظلت تحاول عبر العديد من الرؤساء خلال العقود الأخيرة لعب دور الوسيط الذي يحاول إرساء السلام، تنقلب اليوم في عهد إدارة ترامب إلى طرف في الصراع، على الأقل هكذا يتهمها الفلسطينيون على المستوى الرسمي وقطاعات واسعة من الشارع العربي. الاستيطان الإسرائيلي الاحتلالي في الضفة الغربية شرعي، هكذا تقول إدارة ترامب، ويرد عليها بنيامين نتنياهو المأزوم بفساده وفشله السياسي بأنها هذه حقوق تاريخية. تاريخ يحاول يمين إسرائيلي متطرف كتابته من جديد، غير أن حبره يمحى بصمود الفلسطينيين على أرضهم ومن ورائهم توافق سياسي دبلوماسي بين عمان ورام الله يقف رافضا لكل هذه الإجراءات والقرارات. 24 ساعة منذ إعلان إدارة ترامب شرعنة الاستيطان شهدت العديد من ردود الفعل التي بدأت أردنيا على المستويات كافة، فيما بدأت الدبلوماسية الأردنية اتصالاتها وعلى المستويات جميعا لمحاصرة هذا الإعلان تفاديا لما هو أخطر. عمر المجال يستعرض إعلان الآن بداية عددا من المعلومات والحقائق حول الاستيطان اللا شرعي واللا قانوني في الضفة الغربية عمر والقدس المحتلة. إدارة أردنية واسعة وتنظيم ورفض للمساس والقيام بأي خطوات أحادية الجانب من شأنها المساس بفرص قيام دولة فلسطينية مستقلة. نعم طارق، كما تعلم يعني دول عديدة تفاعلت أيضا مع هذا القرار الأمريكي وشجبت ونددت هذا القرار الأمريكي. الجدير بالذكر أيضا طارق، نيويورك تايمز اليوم نشرت مقالا وتساؤلا كان في هذا المقال: من الذي يقرر شرعنة هذه المستوطنات؟ أيضا نقلت وصف لنتنياهو بأن سياسة إدارة ترامب تصحح خطأ تاريخي. نستعرض الآن بالأرقام عدد المستوطنات والمستوطنين. تفضل. دوما ما تكشف تقارير عربية ودولية عن حجم تفشي بناء المستوطنات في المدن الفلسطينية المحتلة تحديدا في الضفة الغربية والقدس. مدينة تلو الأخرى لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات فيها، ناهيك عن هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم. تقارير وأحصائيات تشير إلى أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة بلغت 196 مستوطنة و120 بؤرة استيطانية، ودائما العدد في ازدياد. تشير تقديرات فلسطينية وإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة في تضاعف، حيث يقدر بأكثر من 500,000 مستوطن ليصل إلى نحو 670,000 مستوطن، وذلك حسب آخر الإحصائيات. هنا تجدر الإشارة أيضا إلى الجدار العازل الذي تبلغ مساحته 725 كيلومترا، ويمتد من غور الأردن شمالا حتى جبال الخليل جنوبا، ويمر بعمق 140 كيلومترا في مستوطنات الضفة الغربية، ليبتلع نحو 20% من مساحة الضفة الغربية. مع هذا التوسع الاستيطاني والنهج الإسرائيلي يبقى التساؤل الأكبر: كيف سيتحقق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة في ظل وجود استيطان يبتلع الأراضي وسياسة تحرم السكان الأصليين من التمتع بحريتهم واقتصادهم، وتحجب في الوقت نفسه إمكانية السيادة الحقيقية على الأرض؟ التهديد الإسرائيلي بضم غور الأردن هنا تساؤل آخر: ما أهمية ذلك لإسرائيل؟ تمثل منطقة غور الأردن حوالي ثلث الضفة الغربية، يقع معظمها على طول الجانب الشرقي من الأراضي القريبة من الحدود الأردنية. أهميتها تنبع من رمزية التغيير الفعلي على الأرض، إضافة إلى شعور المستوطنين بأنهم خضعوا حقا للسيادة الإسرائيلية.
إذن يعني طارق، مجمل هذه القرارات يعني تساؤلات عدة من ضمنها حلم الدولة الإسرائيلية، وأنت تعلم والمشاهدين أيضا يعلمون بأن ترامب منذ بداية ترأسه للبيت الأبيض وصف الاستيطان بأنه لا يعرقل أي عملية سلام في الشرق الأوسط. كانت الخارجية الأمريكية ربما في الآونة الأخيرة قد التزمت الصمت حيال التوضيح أثناء حملات انتخابية في الانتخابات الإسرائيلية، رغم أن تقريرها أزالت كلمة الاحتلال عن الضفة الغربية والجولان السوري المحتل. عمر المجلي، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. مباشرة أرحب بضيفي هنا في استوديو العاشرة قناة المملكة، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور زيد عيادات، كذلك أرحب بوزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشني. أهلا بكم مع المهندس. أبدأ معك بداية، هل الصورة اليوم تتضح أكثر؟ الصورة تتضح أكثر، نحن أمام تصفية ولا تسوية عادلة؟ أستاذ مساء، أهلا بك أستاذ طارق. بس بداية بهمني أعتب على بعض الأقلام والكتاب الأردنيين وعلى السوشيال ميديا الذي يقلل من أهمية الموقف الأردني المبدئي تجاه هذه المسألة. يعني عتب أخوي أن اليوم في هذا الزمن الرديء، في زمن الانكفاء، الموقف الجريء يثمن، وموقف دولتنا الأردنية جريء ومثمن في هذه المسألة بالذات في زمن الانكفاء الواسع. يعني أنا بسمع الإعلام العربي اليوم قلما تجد مرور على هذه المسألة المفصلية والكبيرة. أستاذ طارق، هي في سياق يعني قضم كل شيء، يعني في سياق قضم فلسطين. كنا نقول تحريرها من الماء إلى الماء، القضم اليوم من الماء إلى الماء. ولا أعتقد أنها كانت خطوة لمن يتابع بعيدة عن أن تكون وأن تتحقق، يعني أمر متوقع في سياق ما اتخذت إدارة ترامب من نقاط، من ضم القدس إلى ضم الجولان إلى الاعتراف بقانونية عرقية الدولة الإسرائيلية بقانون، نعم، إلى إغلاق الأنروة، إلى إغلاق مكاتب منظمة التحرير والدولة الفلسطينية، كل خطوات في سياق واحد، سياق معادي إلى النفط السوري، حتى النفط السوري يعني حطوا يدهم عليه. يعني فهي في سياق حقيقة يعبر، أهم ما يعبر عن أن هذه الأمة قد انكفأت ولم يعد الآخر يحسب حسابها. يعني نشجب، يجب أن نشجب، هذا موقف مبدئي. ندين، يجب أن ندين، هذا موقف مبدئي، ولكن الأمر يحتاج إلى فعل عربي، يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى تحرك من شأنه أن يقول كفى، مش مزيد من التقدم على قضايانا والتطاول عليها يقابلها مزيد من إعطاء الولايات المتحدة ما تريد في المنطقة. يعني مش معقول اللي بيصير، إنه يأخذ كل شيء وبنفس الوقت وبتزامن نقوم بإعطاء ما يطلبوه من مال، من قواعد، من مواقف سياسية، من يعني هو الموقف الأردني والموقف الفلسطيني فقط. مع المهندس، من هو المسؤول عن تدور هذه البيئة الإقليمية التي أصبحت أكثر دعما وانحيازا وتطبع علنا لا سرا وليس تحت الطاولة بل فوقها، وتقدم لأمريكا كل التسهيلات، وبالتالي أمريكا اليوم لماذا نتفاجأ، وهذا أيضا سؤال للدكتور زايد، ونعد ذلك تحولا في السياسة الأمريكية، لطالما كانت الإدارة الأمريكية منحازة قبل ترامب وفي عهد ترامب وستكون ربما ستتواصل هذا الانحياز. أسعد الله مساءك ومشاهديك وأخي معالي أبو الفهد. نعم، أظن هذا هو المفتاح لفهم ما حدث وكيف حدث ولماذا حدث، والمنطلق والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ثم البيئة الإقليمية المواتية لهذه السياسات، سواء كانت نتيجة للسياسات الأمريكية أو نتيجة وحاصلا تحصيليا لمجمل وتفاعلات السياسات المحلية داخل الإقليم. خليني
يعني حط الأشياء في إطارها أخي طارق. تفضل. الكريم، طبعا هي سياسة القضم سياسة إسرائيلية معروفة الآن، وسياسة الدعم الأمريكي لهذا القضم. أولا لنبدأ بالتالي، هنالك شرق أوسط جديد بكل تفاصيله، توازنات القوى في منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات تحولت، وتوزع القوى ما نسميه بالقوى الناعمة والقوى الخشنة والقوى الجديدة الارتفيشال انتليجنس وغيرها، توزعها في المنطقة فيه خلل يميل بشكل عام لصالح إسرائيل شئنا ما بين. هذا لا يعني أن الضعيف ليس له خيارات، لكن عليه أن يتكيف مع هذه البيئة الجديدة، هذا أولا. ثانيا، العالم العربي أخي مرة أخرى عالم مفكك ضعيف منقسم متصارع، عندنا خلاف عليها ومطبع جيد. التطبيع قد يكون سلاح مفيد، لكن كيف نستخدمه مرة أخرى؟ إحنا عندنا مبادرة واضحة اسمها مبادرة السلام العربي 2002. هل لا تزال صالحة دكتور زيد؟ لم تزل، لكن هذا تطبيعها كان سلاحا، لم تزل على الإطلاق، ما ظلش شيء يتفاوض عليه. الآن بدأ أوصل لهم القصة السياقات. إذا بدي أقول لك إياها أنا أخي الكريم، إنه في خلل في توازن القوى وفي ضعف بائن في العالم العربي، ولم يبقى من الدول العربية والمجتمعات العربية التي تتماسك في دعم القضية الفلسطينية وقضايا حقوق الفلسطينيين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على أرضها إلا الأردن والسلطة الفلسطينية والفلسطينيين، وبعض الدعم يأتي من هنا وهناك، لكن الحقيقة الأساسية أنه العبء يقع كاملا وتبعات هذه القرارات تقع كاملا على عاتق الأردنيين وعاتق الفلسطين، وعليهم أن يتصرفوا بما أوتوا منه من قوة ما استطاعوا، وهي ليست كثيرة للأسف في هذا الإطار. لكن السؤال، لماذا تم اتخاذ هذا القرار اليوم في المتحدة الأمريكية؟ ما الذي يعنيه هذا القرار؟ ما هي حيثياته؟ وما هي تبعاته على القضية الفلسطينية؟ ثم ما هي السبل المتاحة أمام الدول العربية الفلسطينيين والدول العربية المجتمعة، يعني الانكفاء والاستسلام أم التحدي لمثل هذه الأشياء؟ أنا بحب أقرأه من أكثر من زاوية، وبالتالي نقرأه سياسيا قانونيا وسياسيا، يعني ما الذي يعنيه من ناحية القانونية وما الذي يعنيه من السياسية، باعتبار أنه تصريح كان عن قانونية المستوطنات. أخي أنا أعتقد أنه أفضل تسمية وتوصيف للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والأراضي الفلسطينية هو الاحتلال الاستيطاني، وعلينا أن نستخدم هذا التعبير، لأن الأزمة الحقيقية في القضية الفلسطينية الاستيطان. الأزمة الحقيقية التي تواجه وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضيها هي الاستيطان. العقبة الكأداء التي كانت دائما في المفاوضات منذ التسعينات وما قبل التسعينات واليوم هي الاستيطان. المشكلة الأساسية هي الاستيطان، وبالتالي هذا احتلال يقوم على الاستيطان، والاستيطان مسألة خطيرة تقوم على الاختلاع، القضم والاختلاع، تقضم أرض تقتل عناش ثم تحل محلهم ناس آخرين، وهي بالقطع عمليات غير قانونية تنافي أوجه القوانين المحلية، القوانين الأخلاقية، اتفاقيات جنيف، كل اتفاقيات الأخرى نتكلم عنها في قيادة الاحتلال، وأيضا ما توافق عليه العرف والشرعية الدولية والقرارات الشرعية المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية. لكن ما تم في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو عكس لهذه السياسة. طبعا إذا تابع خطاب وستيتمنت تاعت وزير الخارجية الأمريكي هو وضعها في سياق مبرر من وجهة النظر الأمريكية، وعلينا أن نفهم هذا السياق حتى نستطيع أن نتعامل معه. قال إنه كارتر هو الذي اعتقد بأن المستوطنات غير شرعية، ثم جاء ريغان 1980 والإدارة الأمريكية واعتقدت تماما بأن قضية الاستيطان ليس بالضرورة غير قانونية، وهذا كان تعبيرا دقيقا. والتعبير اللي استخدمه أيضا بومبيو non necessarily inconsistent، ليس بالضرورة أنها تنافي القانون الدولي، هذا استخدمه. مش بالحسم طبعا، هذا مهم. لكن هناك نتحدث عن قرارات 242 وتحديد الاراضي الغير بالقوه في هذا الاطار، قرارات الامم المتحده والموقف الاوروبي ايضا. تعطيني دقيقه واسف قطع على اخي. نعم. علي اللي بدي اقوله انه الخطاب اذا قال انه اول شيء سياسه كارتر كانت هكذا، ثم جاء ريغان وريغان قال انه لا، هي ليس بالضروره غير قانونيه، ولكنه كان حاسما في مواجهه الاستيطان، يعني برر او لم يقطع بعدم قانونيه او قانونيه الاستيطان، لكنه قاوم، لان واستمر الموضوع بين البينين، وبنعرف طبعا احنا من مدريد والمفاوضات بين الاستيطان والمساعدات والى اخره باعتبارها مساله اساسيه، الى ان جاء
أوباما 2016 وكان إدارة أوباما موقف مختلف أنه غير قانوني على الجانب الآخر وعبر عن ذلك في مجلس الأمن الدولي في مجلس الأمن حتى وإن كان امتناعا عن التصويت. طيب اليوم علي المهندس، القلق الأردني، بواعث القلق، التداعيات والمخاوف المحتملة إذا ما مضت إسرائيل أيا كان الرئيس الحكومة المقبل بترجمة ذلك سياسيا بضم القضية الفلسطينية ستمس مساسا مباشرا الأردن والمصالح والرؤى الاستراتيجية. وحينما ذكر ما ذكره نتنياهو أثناء الحملات الانتخابية كان هناك كلاما واضحا لجلالة الملك، العلاقة قد تتأثر. سيدي العلاقة هي متأثرة، وأنا بعتقد أنه سلام يعني في الفريزر مش في الثلاجة، يعني على كل الصعد. يعني أنت في الفترة السنوات الأخيرة قلما تسمع عن لقاء أردني إسرائيلي بأي مستوى، يعني التباعد والجفاء واضح، وخصوصا أنهم اتجاه الأردن لا يبدو أي ود أو احترام للمعاهدة. يعني احنا ما نسينا حادث السفارة ولا نسينا حادث القاضي اللي قتل غيلة على الحدود، ولا اعتقال أبنائنا، يعني أفرجوا عن اثنين وبعد في 22 أردني أيضا موجودين في إسرائيل، غير المضايقات حتى الاقتصادية ما اتفق عليه الديدريد اللي كان القناة متفق إنها لإحياء البحر الميت، وهي مصلحة إقليمية مش مصلحة الأردن لوحده. يعني كل مواقفهم اتجاهنا، القدس والوصاية والرعاية الهاشمية والرعاية الأردن للدولة وللهاشميين أيضا تمتهن كل يوم ويتم اختراقها. يعني وآخر شيء يعني قرارهم عن غور الأردن وقرارهم الأخير في موضوع الاستيطان، يعني الجانب الآخر لا يقيم أي وزن إلى العرب بشكل عام ولا يلتزم ولا يحترم معاهداته. هذه مسألة ثابتة. كيف لنا وتفضلت هو إضرار استراتيجي؟ نعم إضرار استراتيجي، يعني نحن لا ندري عن الخطوة اللاحقة بماذا يفكرون، يعني بماذا يفكرون بعد كل هذه المسائل بوجود ديموغرافي عربي يزيد يساوي أو يزيد على الوجود الديموغرافي. والدكتور عنده مركز دراسات، أنا أحد الأرقام اللي ذكروا ليها الأشقاء الفلسطينيين الرسميين أنه يزيد العرب 200,000 على الإسرائيليين في فلسطين التاريخي. هلا يعني أنا لو بدي أفكر بجانبهم، يعني منهم، كيف لنا أن تتخذ خطوات من شأنها أن تدفع باتجاه إلغاء حل الدولتين نحو الدولة الواحدة، ولا لا؟ يعني ما يتم على الأرض دولة واحدة، هل بدك تعملها دولة عرقية، دولة عنصرية، دولة فيها طبقتين، طبقة نبلاء وطبقة وهل هذا يستوي مع قانون القومية؟ هل هذا يستوي مع قانون القومية دولة واحدة إذا ما فقدت إسرائيل هذا الكلام؟ أستاذ طارق قوبل في أكثر من دولة، في روديسيا البيضاء وفي جنوب أفريقيا، وكابروا عقود من الزمن وبالنهاية رضخوا إلى وقاع الحياة. وقاع الحياة أنه في مواطنين وأكثر منك وكذا بدهم يأخذوا حقوقهم بالنهاية. على العكس أنا بسمع في دعوات فلسطينية بيقولوا خليهم يعملوا الخطوات هاي لأنها تقود إلى الدولة الواحدة وإلى الضم وأن نكون مواطنين كنا في دولة واحدة. ومثل ما جلالة الملك الله يطول عمره قال مرة لترامب من أشهر، قال له يعني أنت إذا تدفع باتجاه الدولة الواحدة، لما قال why not one state ترامب قال له بدك تتوقع أنه 20-30 سنة يكون رئيس وزراء اسمه محمد في 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 على ذكر الأشقاء الفلسطينيين. أنا بعتقد يعني الحديث يطول في هذا الأمر، لكن في هذه الجزئية أستاذ طارق والدكتور العزيز، أنا بظن أن الأردن بالذات لا يجوز أن يعني يرتاح على موضوع حرير شرعية الوصاية الهاشمية للدولة الأردنية في فلسطين. هذا أمر على قاعدة اذهب أنت وربك فقاتلا إننا هنا لقاعدون، مثل ما بقول القرآن الكريم. أنا بقول إنه العرب إذا يقروا بهذه الوصاية اللي وردت في معاهدة السلام وفيها إقرار فلسطيني بكل الاتجاهات يرحبوا بالوصاية الهاشمية والأردنية، أنا بعتقد على العرب، على الأردنيين والفلسطينيين معا أن يواجهوا العرب
بأن هذا ليس شعارا موضوع الوصاية، وليس شعارا أن تدين المستوطنات، وليس شعارا أن تدين الاحتلال، أنك تحتاج ومطلوب منك أمام التاريخ والجغرافيا والحضارة والمسؤولية التاريخية، مطلوب منك خطوات عملية لأن تذهب بهذا الاتجاه. يعني أستاذ طارق، الملك فيصل رحمة الله عليه في حرب أكتوبر، في حرب تشرين تبعنا، هاي اللي يعني هي النقطة الوحيدة اللي كانت فيها اختراق عربي، أنا لا أطلب استخدام سلاح النفط، ولكن يجب أن نلوح بقوتنا على الأقل يا أخي، على الأقل أنه مشترواتنا على اختلافها، أقول لك مشترواتنا غير العسكرية، لكن أنه كل هذا الانبطاح. طب سأتي إلى موضوع الرؤية والبلورة، لأن هناك الآن ينضم إلينا من مدينة رام الله ناطق رسمي باسم الحكومة الفلسطينية الأستاذ إبراهيم ملح. أستاذ إبراهيم أهلا بك. بداية أنوه بأن معي في الاستوديو هنا وزير الداخلية الأسبق معالي المهندس سمير الحباشن، وكذلك الأستاذ الدكتور زيد عداد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. وأسألك بداية، مساء الخير معالي، بماذا ترد السلطة الفلسطينية عمليا؟ مساء الخير معالي المهندس سمير والدكتور زياد. ذكر المهندس سمير حباشني الأردن وفلسطين وشعار الوصاية، أشكرك ولك أي أجمل التحايا، وشعار الوصاية أن يتحول إلى واقع مدعوم عربيا اليوم أمام هذا التغول الأمريكي والانحياز، ليس لإسرائيل بل لليمين في إسرائيل، بماذا سترد السلطة عمليا؟ أولا أخي طارق، الاستيطان طارئ، والطارئ في التاريخ لا محالة زائل. نحن لا نعتبر أن تلك القرارات المتهورة التي تتخذها إدارة ترامب يمكن أن تغير شيئا على الواقع على الأرض من الوجود الفلسطيني ومن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ودفاعه عن حقه برموش عيونه ونزف جراحه ومعاناته. نحن نؤمن بحتمية انتصار الوطن على الاحتلال والحقائق الثابتة على عناصر الغطرسة والأرض على الاستيطان. ما يجري من إجراءات وقرارات متهورة لإدارة ترامب تسيء ليس فقط للشعب الفلسطيني، وتدخل في خصام ليس فقط مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بل هي في خصام مع المجتمع الدولي، مع القرارات والشرائع الدولية. أستاذ إبراهيم يعني أنا آسف أن أقاطع، كان الإجماع الدولي. أستاذ إبراهيم أنا آسف أن أقاطع، لكن هذه إدارة أمريكية لا تهتم بشعب فلسطيني ولا بأي دولة عربية ولا بالمجتمع الدولي ولا بأمم متحدة. هذه الدولة ربما تريد أن ترى خطوات عملية فلسطينية. الأردن يقف ثابتا مع الجانب الفلسطيني، مع القضية الفلسطينية، نريد حراك عربي. السلطة، سؤالي كان الأول، بماذا ترد عمليا؟ هناك قرارات لا تزال حتى الآن دون التنفيذ، لا نريد خيارات مكررة وغير مجدية، وأعذرني على التعبير. أخي طارق، نحن نعيش في منطقة قلقة، وسياسة البلطجة هي التي تحكم السياسة الأمريكية، والسلطة تمارس سياسات عاقلة وليست متهورة، وهي تعرف وتقيس أي خطوة تخطوها حتى لا تعطي مبرر للعدو بأن يتخذ الإجراءات ويستدرج السلطة إلى مربعه. نحن من يقود عدونا إلى مربعاتنا، ولا نريد أن ندخل ونتخذ خطوات مفاجئة وغير قادرة على الاستجابة للطموحات وتطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يواجه
السياسة الأمريكية منذ بدايتها بصمود وثبات، والسلطة تدرك حجم التحديات وتدرك حجم المخططات التي تستبطنها ما تسمى بصفقة القرن، والتي نجد تداعياتها في تلك القرارات المتهورة للإدارة الأمريكية. نعم، يعني لا أدري إذا كان هناك حاجة للحديث عن صفقة القرن وهي تطبق على أرض الواقع. دكتور زيد، أشار معالي المهندس إلى نقطة غاية الأهمية، الأردن فلسطين التنسيق المشترك، لا الفلسطينيون يقفون وحدين ونحن نقاتل بكل ما أوتينا من قوة ضمن الأوراق المتاحة. الحاجة إلى ملونات ربما استراتيجية شاملة تنبثق عنها استراتيجية فاعلة، وليس استمرار استراتيجية البقاء والانتظار وردة الفعل. ولا أؤمن كثيرا بأن هناك الحتمية، دع الحتمية تفعل ما تشاء أو تفعل فعلها بنهاية المطاف. يعني كمان أخي معلش أنا يعني أعتذر سلفا أن سأتكلم لغة مختلفة قليلا. أرجوك. يعني ما الذي يمكن عمله بالمعنى الدقيق الكلمة؟ إن كنت أتكلم عن فعل غدا نفعله، واستراتيجية لابد من تبنيها وتطويرها من أجل مواجهة مثل هذه التصرفات. باختصار شديد الخيارات محدودة جدا، البدائل محدودة ومقلقة أيضا. يعني حتى نسمي الأشياء بأسمائها ونعطي تحليلا علميا دقيقا للمسألة. وبهذا السياق أنا بحب أوضح لمشاهدينك الكرام يعني سياقات اتخاذ القرار وتبعاته المحتملة وردود الفعل الممكنة من جانب الجانب العربي الأردني والفلسطيني والعربي على شكل عام. احنا بنشوف انه ايضا ما زالت القضية الفلسطينية قضية تحظى بدعم اخلاقي عالمي، ما زالت قضية اخلاقية حقيقية على المستوى العالمي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الدول المختلفة كله يشجب هذه السياسة الأمريكية ويعتقد أن هناك حقا مقدسا للفلسطينيين في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني. لكن السياق الذي تم بضمنه اتخاذ القرار الأمريكي أو هذا الإعلان باعتباره أنه ليس بالضرورة قانونية، يجب أن نقرأه ضمن السياسة الداخلية الأمريكية. الذهنية الأمريكية اليوم والسياسة الأمريكية وترامب، الإدارة الأمريكية تحديدا ترامب، عنده مشكلتين أساسيات عشان نحكي عنهم بصراحة وبسرعة. بسرعة، إحنا اليوم بشهر نوفمبر، بشهر 11، شهر 11 القادم في الانتخابات. الآن أنت عليك أن تستميل كل قواك وأن تستخدم كل أوراقك. أوراقك هي اليمين واللابي اليهودي والإيفنجاليك إن بارتيكولر بشكل خاص. الحديث عن مستوطنات ودعم الفلسطينيين هو يتكلم إلى كل هذه القاعدة الانتخابية. يتكلم مع كل هذه القاعدة الانتخابية للإدارة الأمريكية، فبالتالي مفيد. يعني أمريكيا مفيد جدا، علينا أن نستوعب أنه ليش يعني هذا قرار مكلف ممكن يكون، بس ليش بستخدمه؟ لأنه مفيد. مفيد انتخابيا. هو إذا يعني بيخسر الناس بس بيربحني، وهذه سياسة بالأخير، يعني هذه مصالحي. المسألة الثانية أنه أنا عندي معركة الإمبيشمنت مع الديمقراطيين، أيضا أنا بدي كمان دعم، وهذا الدعم أنا بأخذه من قواعد محددة تستطيع التأثير على سير عملية التحقيقات وسير الانتخابات. إذن ضمن هذا السياق مهم، هلا ضمن الرؤية الأمريكية للشرق الأوسط أيضا هو تماما يتسق مع الرؤية الأمريكية. تفضل فيه معالي أبو الأخ أبو الفهد، وأنت تفضلت فيه، لم يتبقى هناك من صفقة القرن. أنا سأنشئ واقعا جديدا داخل الأراضي الفلسطينية، لا سبيل للفلسطينيين إلا القبول به أو لا خيار، وهو القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة، الأنروا واللاجئين، ضم الجولان وشرعنة الاستيطان واحتمالية ضم كافة المستوطنات. ماذا تبقى من قانون وقانون القول العنصري القومي اليهودي؟ ماذا تبقى من الدولة الفلسطينية عشان نشوف احنا شو خياراتنا المتاحة مرة أخرى وثانية وثالثة؟ بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل هذا أرخص احتلال موجود بالتاريخ. لا غير مكلف. بالعكس ليست بحاجة تقديم أي تنازلات الآن. بالعكس يعني مربح، إنه مش إنه بخسر، بربحهم. يعني الأمن 6-7-8-10 مليار تقديرات يأتي لإسرائيل جراء احتلالهم. ومثل ما تفضل الدكتور، الاحتلال دائما مكلف، هذا احتلال مربح. مربح يعني بمعنى إنه أنتم يعني دخلته مربح، يعني هو طريقة التعامل معه دخلته مربح. اللي بدي أوصل لك يا اثنين، خيارات إسرائيل بتقول ما يلي اليوم عشان شغلتين، يعني الجمهور يكون عارف السياقات وشوف شو الخيارات consequences تعاونهم. الخيار الـ بالنسبة لإسرائيل، أيهما له الأولوية اليوم، يهودية الدولة أو الحل؟ يهودية الدولة هذا أولوية قصوى عشان يطلعون القانون. هلا بتنافسوا عليه الرأي العام الإسرائيلي،
يعني ما بين الحزبين اليوم بكرة بتنتهي مهلته لبيبي بني غانز يتنافسون منافس يتنافسون على الانكسيشن لما قال له انا بدي اضم الغور الاردن قال له انت لا تزاول علينا هذا إن هذا شغل احنا اللي بنعمله اذا الراي العام الاسرائيلي يذهب الى هناك مفيد للانتخابات الامريكيه مفيد للمرحله الحرجه الانتخابات الثالثه وفي حقيقه كمان حقيقه تاريخيه انه ديفيد فريدمان المستشار المهم بالبيت الابيض هو داعم مطلق لاسرائيل ولنتنياهو وللاستيطان وهو دعم اليوم الاول لوجود ترامب بالاداره الامريكيه الى تعديل السياسه الامريكيه فيما يتصل بالاستيطان تمت اليوم لانها مربحه لجميع الاطراف. طيب. كيف ماذا يترتب على ذلك؟ انا بدي ادعي صديقي المهندس ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا يملك الاردن اليوم من اوراق تعاونا وتنسيقا ايضا عربيا واسلاميا واساسا مع الجانب الفلسطيني؟ شوف انا بدايه لازم يكون في تنسيق اردني فلسطيني حقيقي. يعني بدون اوراق مخفيه. لانه قضيتنا واحده مساندة الأردن للقضية الفلسطينية ولأشقائنا في الداخل مساندة نزيهة وليست يعني خلية شهوة مثل ما بقولوا عنا في العربان خلية شهوة. نحن ندعم أشقائنا الفلسطينيين مبدئيا وعقائديا ونعتقد بأنهم يعني ثباتهم ووجودهم إلى حد بعيد هو مصلحة أردنية. يعني إلى حد بعيد هو مصلحة أردنية. أنا بظني ألا نطلب من الفلسطينيين، يعني أنا بتعاطف مع حديث معالي الوزير، يا جماعة سلطة تحت الأسر، هي سلطة عمليا تحت الأسر مأسورة كلها مأسورة. اللي زار رام الله يعني ورأى بيت لحم والخليل هذه جزر مغلقة محاطة بمستوطنين ومحاطة بجيش مدجج وفي حواجز وتحتاج من الخليل إلى رام الله 3 ساعات حتى توصل تقطع 10 كيلومتر بينما الإسرائيلي بيقطعها ب3 دقائق طرق وتستردات عريضة. يعني حتى الفصل العنصري بالطرق موجود في الداخل. أنا بظني التشبث في عوامل خفية منها التشبث الفلسطيني في تشبث حقيقي في الأرض. نحن أمام جيل فلسطيني مختلف، جيل لا يسعى ولا يفكر بأن يترك الأرض تحت أي ظرف. وأنا معك أستاذ طارق ضربت مثلين قديمات يعني من الأحداث الأخيرة أنه في حرب غزة يكون الفلسطينيين على بوابة غزة من جهة مصر يريدوا الدخول إلى غزة مش الخروج. وبتتذكر الهجوم على جنين قصف الطائرات والمدفعية لم يخرج الفلسطيني من مخيم جنين إلى مدينة جنين. فلسطيني متشبث. لو في بعض الروح العربية لا زالت أن يساند هذا التشبث يساند يدعم رسخ وجوده ما يطلع وما بيطلع بالمناسبة الفلسطيني. دكتور بتهمك الأرقام أنت طبعا. 18 كنت رايح لفلسطين وطلبت من مدير الجسر وهذا رقم وأنا وزير داخلي كنت دائما آخر رقم أقرأه ليلي في الليل حركة الجسور حتى أشوف إذا هناك في يعني تسرب فلسطيني. ففي 18 أنا رايح لفلسطين بسأل مدير الجسور وتعامل معي كزميل له سابق وأخرج لي إحصائية 17 كان هناك حركة جسور 1,200,000 1,300,000 رايح جاي. الذين بقوا في فلسطين 30,000 زيادة من الحركة. التشبث أستاذ طارق موجود لكن من يدعم ذلك؟ والسياسة الأردنية مثل ما تفضلت أنت نحن أشقائهم وإحنا اللي واقفين معهم. أنا بعتقد أنه تحتاج إلى تحرك أردني فلسطيني قبل ما نحكي عن المجتمع الدولي وعن أوروبا. مثل ما تفضل الدكتور هذه دولة مسالة عن الناس وأنت مثل ما تفضل الدولة بتأخذ قراراتها وبتمشي ومسالية ما هي مثل ما بيقولوا العرب ما هي بحال عرب رحلت. يعني أنا بعتقد أنه على الأردنيين والفلسطينيين دبلوماسيتنا أن تتحرك هذه المرة على العرب تحديدا. يعني بدنا ننتهي من مجاملة أشقائنا أنتقل بهذه وأنه النقطة. الأردن في البوبو وأنه فلسطين بكفينا في البوبو كلام بكفينا كلام مجاملات. أيوة. بدنا المرة نجابه أشقائنا بالحقائق. طيب أستاذ إبراهيم استمعت لما قاله الدكتور زيد وكذلك مع المهندس سبير حباشني يبدأ
التحرك الأول أردنيا فلسطينيا، ولكن هذه المرة نجس باتجاه المجتمع الدولي، مواقف المجتمع وكذلك الدول الأوروبية واضحة. سنتحدث بصراحة للعرب بأنه لا بد من دعم الصمود الفلسطيني، تثبيت الفلسطيني على أرضه وهو صامد وصابر وثابت. أخي طارق، أنا دائما أسأل هذا السؤال في كل منعطف حاد وفي كل تغول إسرائيلي أو أمريكي على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. شو خياراتكم؟ شو بدكم تعملوا؟ ها هيوصلنا، نحن موجودون على الأرض، نحن نعرف حدود المواجهة ونعرف أكلافها، وندفع من دماء أبنائنا ثمن لصمودنا واعتمادنا على ذاتنا وبقائنا على أرضنا. وإشارة المعالي المهندس سمير الحباشنة ذكية في رصد العابرين الخارجين والقادمين سواء في حرب غزة أو في الانتفاضة الثانية على الحدود. عدد الداخلين أكثر من عدد الخارجين. البقاء الفلسطيني والاعتماد على الذات بقوة الأشقاء، والأردن هو السياج الحامي والذي نعتز به، وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء في الأردن وجلالة الملك والحكومة الأردنية الرشيدة التي أبدت مواقف قومية ووطنية عالية خلال الاجتماع الوزاري مع الأشقاء في الأردن. هذا الذي نسعى إليه، وأتفق مع المهندس معالي المهندس الحباشنة بالتوقف عن لغة المجاملة الآن بعد أن بلغت حجم الانكشاف في السياسات الأمريكية ما بلغت من. طيب يعني دعني أسألك سؤالا صريحا أستاذ إبراهيم، يعني نتحدث وبالتالي الحقوق العربية، نتحدث ضمن أجواء مريحة صريحة من الدكتور زيد كذلك المهندس سمير وحضرتك، لماذا نتمسك بالمجاملات في اللحظات العصيبة؟ يعني هذا النمط العربي في التعامل مع القضايا المصيرية كيف نفهمه؟ يا سيدي، هذه التقاليد العربية، ونحن نحترم أشقائنا وأهلي وإن ضنوا علي كرامه، نحن نعتز بأشقائنا ونطلب الدعم المالي والسياسي ولا نقطع شعرة مع أي من الأشقاء. والآن تبدت الصورة أكثر وبدأ الانكشاف أوضح لتلك السياسة، وسقطت كل الرهانات على سياسة أمريكية متوازنة. هناك شراكة في العدوان الإسرائيلي على شعبنا بسحب كل الملفات الرئيسية، وعندما بادر سيادة الرئيس بقطع العلاقة مع هذه الإدارة التي لا تسيء فقط إلى الشعب الفلسطيني بل إلى القيم الأمريكية التي اعتمدها الآباء المؤسسون للولايات المتحدة، قيم الحق والتحرر والعدل والمساواة. هذا انقلاب على كل تلك القيم الأمريكية. لابد من وقفة جادة عربية ودولية لجبه ومواجهة هذا التغول الأمريكي على الحقوق الفلسطينية والعربية. والكل يتفق معك، واجب الدول العظمى وحتى الدول العربية المؤثرة إقامة العدل في هذه المنطقة من العالم. أنا أشكرك من رام الله الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أشكر ضيفي هنا في الاستوديو وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير حباش، نشكر لك كذلك الدكتور زيد عياداد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. أنا بدي أقول كلمة جزيلا لكم، تفضل معك. موجهة للعرب ألا يتذكروا لاحقا بيت الشعر أضاعوني ويو فتن أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغروا. هذا الأردن اليوم وفلسطين جدار عنهم، والذي يأخذ فلسطين ويأخذ الجولان إذا لا سمح الله ما ضعنا فالدور عليهم. أتمنى هذا البيت من الشعر وفيه من الحكمة والمنطق والتأثير أن يصل إلى من يعنيه الأمر. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. إذا نواصل هذا الحوار حول الإعلان الأمريكي الأخير وتداعياته على المستوى الدولي، لكن بعد فاصل قصير.
إذن أهلا بكم من جديد إلى العاشرة في الجزء الثاني من حلقة الليلة، نناقش التداعيات الدولية لقرار الإدارة الأمريكية شرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. مباشرة أرحب من نيويورك بالناطق السابق باسم الأمم المتحدة الأستاذ عبد الحميد صيام، وكذلك من بروكسل بمدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان رمضان أبو جزر. أهلا بكم أستاذ عبد الحميد، سأبدأ معك. يبحث ربما مجلس الأمن الدولي غدا في نيويورك حيث جلسة الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، برأيك ما هو المتوقع من جلسة غد؟ مساء الخير أخي طارق. أهلا بك. مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. هناك طبعا جلسة تبدأ الساعة 10 صباحا بتوقيت نيويورك، وهي جلسة مقررة سلفا، هي الجلسة الشهرية التي يقدم فيها ممثل الأمين العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيد نيكولاي لادينوف تقريره الشهري حول التطورات الأخيرة. لكن جاءت هذه التطورات هنا من واشنطن وقرار الإدارة الأمريكية بشرعنة الاستيطان كتطور خطير أمام هذه الجلسة. نتوقع أن تكون معظم الكلمات لابد إلا أن تتعرض لهذه القضية، لكن لا يكفي فقط أن يكون هناك طبعا رفض بهذا القرار. الأمين العام اليوم أصدر بيانا باردا لم يكن مرضيا عنه، وقد استأنى لهذا القرار الذي فقط يعبر عن الأسف، أي أن كل هذا الانتهاك للقانون الدولي، كل رد فعل الأمين العام أنه يأسف لهذا القرار. بالتأكيد ستكون كلمات الوفود غدا متناسقة في موضوع رفض هذا القرار، أي واعتباره انتهاكا للقانون الدولي ما عدا الولايات المتحدة طبعا. لكن ما زالت المجموعة العربية تتشاور فيما بينها للخطوة التالية، هل سيكون هناك مشروع قرار يتم تقديمه للتصويت في الأيام القليلة القادمة مثل ما حدث عندما قرر ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر 2017؟ ربما يكون هذا الآن مطروح الآن في المجموعة العربية، وطبعا بالتشاور بين الوفدين الفلسطيني والأردني من جهة، وبين مندوب الكويت الممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن. لكن طبعا يعرفون أنه سيصطدم بالفيتو الأمريكي، وليكن أن يكون هناك 14 دولة تصوت باعتبار هذا القرار انتهاكا للقانون الدولي، وتقف الولايات المتحدة وحيدة معزولة مثل ما وقفت في قضية القدس. كذلك ممكن أن يكون هناك تحرك نحو الجمعية العامة لاتخاذ قرار، وسيكون القرار في غالبية ساحقة، لأن قضية الاستيطان قضية واضحة تماما لا لبس فيها، لا اختلاف عليها. هناك اتفاق جنيف الرابعة وعندن 49 واضح، وإسرائيل عضو في هذه الاتفاقية هي والولايات المتحدة، وهناك الرأي القانوني للمحكمة العدل الدولية الذي صدر في 9 من أستاذ عبد الحميد. طيب سأتي إلى هذه النقطة، كيفية التحرك، وهناك أدوات قانونية عدة وقرارات جنيف الرابعة وإجماع كامل في الأمم المتحدة على رفض السياسة الاستيطانية الإسرائيلية. رمضان أبو جزر، أستاذ رمضان من بروكسل، هناك ثبات في الموقف الأوروبي، ستكتفي أوروبا بالتنديد والتذكير بمواقفها؟ ألا تستشعر ربما هذه المرة خطرا بالغا يستدعي موقفا أوروبيا أكثر حزما وتأثيرا؟ مساء الخير. الموقف الأوروبي الأكثر حزما كان في الأسبوع الماضي، هو قرار محكمة العدل الأوروبية باعتبار الاستيطان منافي للقانون، والقرار بوصم منتجات المستوطنات لما يسمح بسهولة مقاطعتها، وأيضا أشارت محكمة العدل الدولية إلى قرار 2334 على مجلس الأمن الذي يدين كافة أشكال الاستيطان. اليوم هناك قرار آخر صدر عن مفوضية شؤون الخارجية مكتب موغريني، قرار مقتضب بثلاث نقاط، هو إدانة الاستيطان، تمسك أوروبا بحل الدولتين، وأيضا التعريج على ذكر قرار 2334.
كل الموقف الأوروبي يتوقف على الموقف الفلسطيني والعربي. الموقف الأوروبي لا زال داعما للموقف الفلسطيني ولا زال يصطدم بمواقف الإدارة الأمريكية. الأوروبيون يعتقدون في إدارة ترامب أنها منذ قدومها تسعى إلى التصعيد وانتهاك القوانين الدولية فيما يتعلق بإسرائيل، وأن المحللون والمتابعون الأوروبيون اليوم يتحدثون على أن إدارة ترامب تقدم هدايا إلى غلاة المستوطنين الإسرائيليين أكبر من أحلام قيادات إسرائيل الاستيطانية نفسها. نتحدث في تشريح بسيط عن ما قاله بامبيو عندما يتحدث عن شرعنة الاستيطان، هو لم يذكر مصير سكان الأرض الأصليين، أين سيذهب 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية؟ هل هذا الخطر الجاث الخطر المحبق بالأردن؟ هذا ما يقصده ترامب أو وزير خارجيته بامبيو. هناك محاباة لقيادات إسرائيلية تعتبر صديقة للرئيس ترامب مثل نتنياهو. إذا كان الخطاب بامبيو هو دعم لنتنياهو، فإن رئيس حزب أزرق أبيض جينيتس مباشرة قد رحب بهذا القرار، وكل الأحزاب الإسرائيلية ترحب بهذا القرار. إذن لا يوجد شريك حقيقي للسلام تحت سقف حل الدولتين. الموقف الأوروبي موقف ثابت لدعم الحق الفلسطيني لإنشاء دولته. الموقف الفلسطيني سأعود أستاذ رمضان، يعني أريد أن أناقش الموقف الأوروبي تحديدا. سأعود إلى ثبات هذا الموقف غير الفعال بنتيجة الحال. أستاذ عبد الحميد صيام، أنت الخبير في شؤون الأمم المتحدة وكنت ناطقا باسمها وأنت في نيويورك، لماذا لا تعلن برأيك الأمم المتحدة موقفا يتبنى دعم مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تحت إشرافها للتوصل إلى سلام مقبول من الجانبين؟ لأنه من الواضح الآن بأنه لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة وسيطا نزيها وراعيا لمحادثات سلام تقود إلى إقامة العدل في منطقة الشرق الأوسط. يعني الأمم المتحدة أولا تقف عاجزة أمام المدحلة الأمريكية، والأمم المتحدة في أيام كوفي عنان تنازلت عن هذا الدور الكبير عندما قبلت أن تكون جزءا من الرباعية الدولية، أي أن الأمم المتحدة أخذت ربعا من القضية، ثم الاتحاد الأوروبي، ثم الاتحاد الروسي، فالولايات المتحدة، أي أنها قبلت أن تتساوى مع دول. وهذا كان خطأ فادح وتاريخي من جانب الأمم المتحدة، أن تتساوى مع دول. يجب أن تكون فوق الدول لأنها هي المرجعية، فهي تنازلت عن هذا الدور الأساسي لتصبح تابعا للولايات المتحدة وبقية المجموعة الرباعية. وأنا أعرف وأنا متأكد أن تقرير الرباعية الذي كان يعده الأمريكي الممثل الأمريكي في الرباعية ثم يعرضه على الآخرين، أي أنها تنازلت عن دورها كمرجعية قانونية أساسية تمثل القانون الدولي لصالح هذه الدول التي لها مواقف معروفة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الأمم المتحدة غير قادرة الآن أن تقود عملية مفاوضات، لأنها المشكلة هي قضية إسرائيل. كيف ستأتي إسرائيل إذا هي مدعومة سأعود لك أستاذ عبد الحميد سيام. أستاذ رمضان أبو جزر، يعني ذكرت ثبات الموقف الأوروبي، يعني دائما ما يؤخذ على الدول الأوروبية أنها يعني ماهرة بالأقوال وفقيرة في الأعمال. هل من مفاتيح ربما لدى الأوروبيين للتأثير في ظل هذا الموقف الأمريكي؟ وذكرت قضية محكمة العدل الأوروبية ولابد من وضع ملصق منتج مستوطنات وليس صنع في إسرائيل. كما عرجت على الموقف الفلسطيني والعربي، البعد العربي للموقف الفلسطيني ضرورة جدا في هذا التوقيت بالذات، وأيضا الحالة الفلسطينية يجب ضبطها تحت سقف وحدة فلسطينية واضحة، وأن تبدأ انتفاضة ثالثة داعمة لقرارات الشرعية أو السلطة الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي والتغطرس الأمريكي الذي يفوق التعنت الإسرائيلي في هذه المرحلة. قبل 3 أيام كان هناك منتدى دولي كبير جدا في المغرب، وكان أمين سر لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صعب عريقات قد عرج على هذه المخاطر وقد حذر من
تغول القيادة الأمريكية في الاعتداء على الحق الفلسطيني بعدما استسهل ترامب تمرير قرار نقل السفارة إلى القدس، وحذر بلغة حادة جدا أن هناك في الأفق قرارات أمريكية تريد أن تصفي القضية الفلسطينية، حتى في رغم كل الإجراءات التي قامت بها القيادة الفلسطينية للمضي قدما في عملية السلام. طيب وأيضا طيب أستاذ رمضان، يعني هم يواجهون عدة خلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هل يعني ذلك ستبقى أوروبا عاجزة عن دعم الحق الفلسطيني، يختصر دورها ربما بالتمويل وتقديم القروض والمنح، وفي الشق السياسي المؤثر ستبقى متفرجة؟ أريد إجابة موجزة من فضلك. بإمكان أوروبا فرض عقوبات، بإمكان أوروبا فرض عقوبات على إسرائيل، ولكن الخصم هذه المرة هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولدى أوروبا كثيرا من الملفات العالقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أوروبا تحتاج بموقف فلسطيني أردني عربي داعم لموقفها، وليفعل إمكانيات أوروبا في محاصرة القرارات الأمريكية. أوروبا وقفت بخمس دول مركزية في مجلس الأمن في مواجهة قرار ترامب، وكانت حاسمة في هذا الموقف، ولم تعترف بنقل السفارة أو بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، بل تمسكت بحل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. هذا الموقف الأوروبي هو موقف حميد، ولكنه لا يظهر بالصلابة التي نتمناها نحن، ولا تكون إنجليزيا أكثر من إنجليز. نحتاج موقف فلسطيني عربي أكثر شراسة وقوة، وأن يتمطرس القائد الفلسطيني بخيار صمود شعبي ونضال شعبي يعزز قوة السياسي والقائد الفلسطيني في المجتمعات الدولية أو في المؤسسات الدولية. الأردن هي شريك للشعب الفلسطيني تاريخي، وفي هذه المرحلة بالذات هناك خطر حقيقي على استقرار الأردن في ظل قرارات ترامب وبامبيو. عندما يتحدث عن شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، أي السيطرة على أراضي الضفة الغربية من قبل الولايات المستوطنين، أي أنه يبحث في حلم بعض الصهاينة بدحر ما تبقى من سكان فلسطين إلى الضفة الشرقية، وهذا هو الخطر الأكبر. هل تنتظر الولايات المتحدة لخلق نوع من الزعزعة في الأردن الشقيق؟ يجب أن لا نسمح بهذا الشيء، ولن يسمح الأردن بذلك. أنا أشكرك. وتفعيل الجنائية الدولية ضد أظن أستاذ برمضان الوقت يعني أدركنا. أنا أشكرك جزيل الشكر بالبروكسل، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، وكذلك أشكر من نيويورك الناطق السابق باسم الأمم المتحدة الأستاذ عبد الحميد الصيام. شكرا جزيلا لكما. إذن بهذا نصل إلى ختام العاشرة، نعود ونلقاكم غدا بإذن الله. هذه تحية وإلى اللقاء.